يعني احنا ما ننصح انه احنا طبعا نزيد الجرعة او نحول علاج ثاني، لكن احنا ايش ممكن نسوي؟ نخلي الدواء مباشرة قبل فترة اللي هو يبغى يجلس يذاكر فيها، قبل الامتحان اخليها مباشرة قبلها، واستفيد من وقت الذروة حق العلاج انه هو يساعدني. في مكملات وفيتامينات طبيعية تساعد في زيادة فعالية الأدوية، مثل القهوة، مثل العصائر، الفواكه اللي تحتوي على فيتامين سي، عصير البرتقال، عصير الليمون، أغلب الخضار والفاكهة، عصير الطماطم. أخذ الأطعمة والمكملات الغذائية اللي فيها حديد، لأنه هذه كمان تساعد كثير في الانتباه، فيتامين بي 6، فيتامين بي 12، ممكن أنا أخذها من المكسرات، من الدهون والألياف الطبيعية، هذه كلها تساعد في زيادة فعالية المنشطات بالأخص اللي نحتاجها كثير علشان التركيز واليقظة والانتباه وقت الامتحانات.